الفنان احمد حلمي قدر انه يتصدر شباك التذاكر بفيلمه الاخير اللي شاركته في البطوله الفنانه دنيا سمير غانم لف ودوران، وسط منافسه اربع افلام كوميديه، لكن حقق بفيلمه اكتر من 20 مليون جنيه في شباك التذاكر. الفيلم اتعرض في اكتر من دوله عربيه وحقق كمان نجاح كبير جدا، لكن اتواجهت انتقادات للفيلم كتير، وهو ان الفيلم قصته بسيطه جدا وعاديه مقارنه بافلام حلمي اللي قدمها في الفتره الاخيره. نكد بس. نكد ايه؟ تفلى الشر في ايه؟ انا مش عارف انا بعمل ايه هنا. حري حيطه ولا ما تصدعنيش. يستاهل. هتحط ايدك على وسطها. لا تعال حطها انت. حلمي قدم خلال مشواره الفني افلام من نوعيه السايكو دراما، واللي كان منها فيلم اسف على الازعاج وفيلم الف مبروك، واللي حقق بيهم نجاح كبير جدا. حلمي بعد شويه عن افلام السايكو دراما بفيلم صنع في مصر، والفيلم ده ما قدرش كمان يحقق بيه نجاح كبير. ويمكن ده راجع كمان لان الفيلم اتسرق واتعرض على اليوتيوب بجوده عاليه جدا بعد عرضه في السينمات بفتره قليله جدا. عرايس دي حلوه قوي، هم دول صيني برضو؟ مش فاهمه ازاي حد يختار يبقى فاشل كده. اخ فاشل. 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 انت فاشل فعلا. افلام السايكو دراما اللي قدمها احمد حلمي كان ليها مردود كبير عند الجمهور، وقدرت انها تحصد ايرادات في شباك التذاكر، وكمان حصلت على اشاده نقديه. فهل يا ترى الفنان احمد حلمي هيبعد شويه عن افلام الكوميديا العاديه ويرجع تاني لافلامه اللي تميز بيها كافلام السايكو دراما، وهيقدم كمان افكار تانيه جديده يقدمها في السينما، ولا هيكتفي بتقديم الافلام الكوميديه اللي بتحقق ايرادات في شباك التذاكر؟